بدأت التأثيرات غير المباشرة للإعصار تشابالا على بعض ولايات محافظة ظفار، حيث شهدت ولاية سدح ارتفاع موج البحر إلى أكثر من 4 أمتار بفعل الرياح الشديدة، فيما تدفقت السحب المصاحبة للحالة المدارية بكثافة على الولاية، وتم توجيه السكان الذين تقع مساكنهم بالقرب من مجاري الأودية إلى إخلاء مساكنهم والتوجه إلى أماكن إيواء خصصت لهم. كما تم إخلاء مستشفى سدح ونقل جميع الأجهزة والأودية والأدوية إلى أماكن آمنة نظرا للموقع المنخفض الذي يقع فيه المستشفى. وقد اتخذت الأجهزة المعنية كافة الاستعدادات للتعامل مع التداعيات المحتملة مع الإعصار تشابالا، فيما انتهت طواقم الدفاع المدني وشرطة عمان السلطانية والأجهزة الحكومية الأخرى استعداداتها للتعامل مع الإعصار، كما أبدى المواطنون استعدادا كاملا للتعاون مع الأجهزة المعنية وإخلاء المنازل في المناطق المنخفضة في حال الضرورة. ومن ولاية سدح ينضم إلينا سعادة الشيخ بخيت بن سالم المعشني والي سدح. سعادة الشيخ، أهلا وسهلا بك. كيف تجري الاستعدادات للتعامل مع تأثيرات الإعصار؟ مرحبا الأخ أحمد. الاستعدادات قائمة الحمد لله، الكل يعرف عن الحالة، أبناء المنطقة الولاية كلهم، فالاستعدادات ولله الحمد موجودة في كل مراكز الولاية من حاسك لين مركز الولاية. أيضا توزيع المهام، هناك لجان ومسؤولين المناطق كل قائم بدوره، الجهات الحكومية التنسيق يعني مستمر وقائم ولله الحمد، يعني كل ما يتطلبه من استعدادات وتجهيزات، فرق طبية، فرق أيضا الدفاع المدني، المعدات، هذه كلها ولله الحمد موجودة. بالنسبة كنت قبل قليل بالاتصال مع الأخ نايب الوالي في نيابة حاسك، فهناك أيضا طلبوا من الأهالي أن ينتقلوا من مساكنهم الواقعة على المنطقة المنخفضة الحي القديم نعم إلى المساكن الجديدة نعم اللي هناك في حاسك، فالأهالي متجاوبين ومتعاونين ومتقبلين هذا الأمر، وهم الآن يعني مستمرين في عملية إجلائهم أو إخلائهم من مساكنهم. نعم كذلك هناك أيضا أهالي في حدبين، بعض الأماكن تم الإشارة إليها في زيارتنا قبل الظهر مع الأخ المساعد الوالي ومع أيضا الإخوة الموجودين، وهم على علم، وإن شاء الله تعالى إذا دعا الأمر سيتم نقلهم إلى المدرسة هناك في حدبين وسكن المعلمين. نعم. وكذلك بالمثل من جوفة تم أيضا تجهيز هناك بعض المساكن المواطنين، وأيضا المركز الإداري، يعني كل هذه الأمور إن شاء الله تعالى حتكون جاهزة. أيضا في سدح بالمثل أيضا في فريق طبي، يعني فريقين إن شاء الله، لأنه تعرف المستشفى في سدح مستشفى في منطقة منخفضة على الساحل، فيعني هذه كل المعدات تقريبا الطبية التي يمكن نقلها فقد تم نقلها إلى الأماكن لاستقبال المواطنين والاستفادة منها، مثل الأطباء والممرضين والأدوية. نعم. في جانب المدينة هناك في جنب مدرسة سدح لتعليم البنات الحلقة الثانية، والطرف الآخر من المدينة أيضا حيكون هناك مركز آخر، فكل الاستعدادات ولله الحمد قائمة وعلى تواصل مستمر بين وقت وآخر لمعرفة كل المستجدات. نعم سعادة الشيخ، ماذا عن الحالة المدارية؟ هل بدأت فعليا لديكم؟ حقيقة نعم، هناك مثل ما يعني ظاهر يعني أنه في هناك ارتفاع في الأمواج إلى حد يعني غير المعتاد، وهناك أيضا نفس الشيء ظهور بعض السحب، الكتل السحب الركامية عن بعد، بس ما يعني ما زالت على مسافات بعيدة، هذا تقريبا المؤشرات واللي ظهر لنا الآن في الصورة. نعم سعادة الشيخ بخيت بن سالم المعشني والي سدح، شكرا جزيلا لك.